السلام عليكم، معكم عبد الامير وجعلكم تنف سلسله ماستر ليج مع فريق ليدز يونايتد. الحلقه الاخيره في سنه 2020، فكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله 2021 تكون حلوه عليكم. خلينا اعطوني نكمل. النهارده عندنا الانتقالات الشتويه، عندنا النهارده الانتقالات الشتويه هتفتح. لكن قبل ما نروح للانتقالات الشتويه، عندنا مانشستر يونايتد في مباراه ما تتحملش الخساره، لان زي ما انتم شايفين ليفربول لسه في صداره الدوري بفرق نقطتين، ولو احنا خسرنا فهيكون فرق كبير جدا على ليفربول، فلازم نكسب مانشستر يونايتد. مش عارف ازاي بس لازم نكسب اليونايتد على ملعبنا وما بين جمهورنا. فليتجو على طول، خلينا نبدا. وعندنا النهارده الانتقالات هتفتح، الانتقالات الشتويه في يناير هتفتح على طول بعد مباراه مانشستر يونايتد. لا هنلعب المباراه دي ولا هنلعب المباراه دي، فليتجو على طول خلينا نقدم الوقت وخلينا نشوف مباراه اليونايتد على طول. وتقريبا اللعيبه اللي شبه روبن، اللعيبه اللي شبه زلاتان، لعيبه كتيره جدا هتكون موجوده في الانتقالات الشتويه كلاعيبه صغيره عندها 16 سنه ببلاش، يعني ادي لهم بس مرتب وممكن يجوا. فهنشوف حالا مين اللي ممكن يتعاقد معاه. فليتس جو، خلينا نقدم الوقت وخلينا نعمل سكيب لمباراه برايتون ان شاء الله نكسبها. يلا ابو السيد الحمد لله الحمد لله كسبنا 1-0. ليفربول كسب برضه فهيستمر الدوري جمع ما هو نقطتين لليفربول. عندنا المباراه الجايه قصاد اليونايتد، عندنا المباراه الجايه قصاد الشياطين الحمر. فليتس جو على طول، مباراه ديربي. اوكي دي الخطه اللي هنلعب بيها. عندنا سواريز عايز يلعب عن جاريس بيل، جاريس بيل هينزل من الاحتياط بدل سواريز ان شاء الله. فدي الخطه اللي هنلعب بيها قصاد اليونايتد، دي الخطه اللي هنلعب بيها قصاد سولشاير. فليتس جو على طول يلا. وزي ما قلت لكم بما ان الحلقه دي الحلقه الاخيره في سنه 2020، الحلقه الاخيره في الماستر ليج في سنه 2020، فكل واحد عايز يضغط زر اللايك. فليتس جو على طول، خلينا نتوجه لاول مباراه وما تتحملش الخساره، ما تتحملش. فيلا. وعندنا حاجه كمان، ان كريستيانو رونالدو هيلعب قصاد فريقه السابق. فيلا اوكي يلا رونالدو، يلا رونالدو من اولها يا عرض، حرام عليك رونالدو يا عم. دخية بقى فيها، دخية دخدخ فيه. لا 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 جرين وود يا جدعان، حرام علينا، هنروح على ليفربول 5 نقط يا جدعان، ليفربول ما بيخسرش، حرام. رونالدو اضرب تاني على كريستيانو. ها اوكي رونالدو، التعادل 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 على طول من الجول يا بو كريستيانو رونالدو، على طول يجيب التعادل وبعدين يقول لك ويلف ويقول لك ايه. ليتس جو ليتس جو، مش هنخسر ولا هنتعادل، هنجيب الفوز و3 نقط عشان نطارد الليفر. يلا خطيرة خطيرة، برضو فرنانديز يا ساتر. رونالدو روح على كريستيانو، روح على كريستيانو، انت اسرع من الاندلوف يا حكا. بدلتي على كريستيانو. رونالدو عمل ايه؟ رونالدو عمل ايه ده؟ رونالدو بيعافر بس على الكورة، او عمل ايه ولا يوقعه؟ اوكي هينزل خلاص الرسام، وهينزل داني الفش، خلاص اخر مباراه اليوم معانا، مش هنقدر نرجعهم اخر مباراه. وبعدين كمان هنتعاقد مع لعيبه كمان اساطير بقوه. لا 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 اوكي والله كريستيانو رونالدو، بصي لك رونالدو، التعادل رونالدو. لا 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 كريستيانو، هات الكورة هات الكورة هات الكورة، يلا مش مهم، تعال نجيب يا عم، احنا هنجيب الكورة، يلا احنا هنجيبها ونجيب الثالث. يلا بصي لك يلا اوكي يلا بيل بيل ليزي سوكو لكريستيانو لرونالدو لبيل لرونالدو يا عم. يلا يلا نيستا، يلا رسام، يلا رسام، يلا نيستا، يلا نيستا، روح بقى. لا بقى لا بقى لا بقى لا يا عم، حرام حرام، 5 دقايق بس. الله تياجو سيلفا، الله تياجو، ليزي سوكو ليزي سوكو، روح بيل بيل لاسينسيو لبيل يا جدع، حتى نقطة نقطة واحدة، حتى نقطة واحدة، حتى كريستيانو بيل اضرب يا كريستيانو. حرام 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 يا بيل، انت كنت قدام المرمى وفاضي يا بيل، حرام. ازاي ازاي يا عم، حرام عليك الله، ما عادش غير دي، يعني تعادل بس، نتعادل بس حتى، يلا ما نخسرش يا عم. جول كريستيانو ما ينفعش اصلا نخسر بسببه. لا
لا ويا عم ايه الدفاع الزفت ده؟ ما خلعك مستنى حكم مستنى حكم. يلا سينسيو يلا سينسيو بيل رونالدو رونالدو. لا 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 حرام 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 حرام. رب الليفر يكون خسر، رب ليفربول يكون خسر، يا رب ليفربول يتعادل يتعادل. اوكي ثلاث نقط بس، ثلاث نقط مش خمس نقط، ثلاث نقط فرق بيننا وبين ليفربول لحد دلوقتي. اوكي على الاقل احسن من خمس. اوكي تعادل مع مانشستر سيتي عملها وتعادل مع ليفربول. اوكي مباراه قصاد نورويتش سيتي خلينا نعملها سكيب وان شاء الله نكسب. اوكي الحمد لله كسبنا 3-1 ليفربول. ليفربول كسبوا تشيلسي، كسبوا تشيلسي 4-0 يا عم ارحمه. الترتيب شبه ما هو حاليا، بيقول لي اخر موعد على الرد على المدير الفني، ما اعرفش هل جالي عود ولا لا اصلا. خلينا نشوف هل جالنا عود. والله جالي عقد من ليفربول، جالي عقد من الليفر ليفربول، ما اعرفش هقبله ولا لا، بس اكيد مش هقبله. انا عندي كريستيانو مش هقدر اقبل اي عقد الصراحه، لازم اقعد لازم، لاني انا مش مشارك في دوري الابطال فما اعرفش. ليتس جو على طول. خلينا نروح لليوم اللي بعده، واول يوم في يناير، اول يوم في فتره الانتقالات، فليتس جو على طول. يلا خلينا نشوف اللعيبه اللي هنتعاقد معاها. عندنا الفش وانيستا هيمشوا من الفريق، فلازم نجيب لعيبه اسطوريين جدا، وعندنا السلطان زلاتان بننمر عليه ان شاء الله. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. خلينا نشوف اخر اخبار الدنيا وهنعمل ايه في الانتقالات الجاي. و فرانكي فرانكي حبيبي فرانكي، صباح الفل يا كبير. هنجيب لك لعيبه جامده ان شاء الله، بس لازم نكسب البطوله يا فرانكي. هنجيب لك بطوله ما تخافش، انا فرانكي وادي كلمتي، انا فرانكي وادي كلمتي، ما تخافش. اوكي زي ما انتم شايفين هنا مغادرات اللاعب اليوم، عندنا انيستا وداني الفيش على خلاص مشي، مش هنعرف نجيبهم تاني، فليتس جو على طول. خلينا نشوف اللي هنعمله النهارده. عندنا فريق الشباب، فريق الشباب عندنا ارتوريتو فيدال، دافيد لويز، سانتي كازورلا. فين فين السلطان؟ اوكي للاسف زلاتان راح الميلان تاني، ما اعرفش ايه اللي وداه الميلان يا عم، بس هنحاول نجيبه، ممكن نحاول نجيبه. اوكي حتى عندنا روبن، عندنا واين روني، بس كلهم تقريبا راحوا مع فرقه ما عدا شويه لعيبه شبه دافيد لويز وارتوري فيدال، هنحاول نجيبهم ان شاء الله. ومين تاني؟ في لعيبه كتيره والله جامده، في لعيبه كتيره جامده، بس كلهم راحوا مع فرقهم، كلهم على طول كده بدون اي استثناء ما عدا فيدال ودافيد لويز بس. مش مهم، خلينا نجيب فيدال، خلينا نجيب فيدال وبعدين خلينا نجيب دافيد لويز، مش هنفرط فيهم. فليتس جو. ده عندنا ارتورو فيدال كده، عندنا دافيد لويز هيجونا على طول من غير اي مقدمات هنجيبهم، عندنا واحد كمان بدله، عندنا سانتي كازورلا برضه. اوكي هات سانتي كازورلا. اوكي خلينا نعدي بالوقت ونجيب الثلاث لعيبه اللي هم ارتورو فيدال، دافيد لويز، وسانتي كازورلا، وهنحاول مع روبن. اوكي المفروض كده جبناهم، بس مش عارف ما جابوش لهم، ما جابوش لهم اي حاجات سينمائيه، اي مشاهد سينمائيه، لكن مش مهم. عندنا هنا ارتورو فيدال، دافيد لويز، وسانتي كازورلا. حلو جدا، ثلاث لعيبه حلوين والله. اوكي انما اللعيبه الكبيره اللي احنا ممكن نتعاقد معاها، ممكن نجيب دافيد الابا. ليه لا؟ اوكي خلينا نجيب دافيد الابا وان شاء الله يقبل، وان شاء الله ما يرفضش. فليتس جو على طول. عندنا من تاني ممكن نجيبه، عندنا ماركينوس برضه ممكن نجيبه، فاوكي برضه ان شاء الله ماركينوس يقبل. مين تاني برضه؟ اوكي عندنا برونو فرنانديز برضه ممكن يجي، برونو فرنانديز ممكن يجي، فان شاء الله. معناش فلوس اصلا، معناش غير 2 مليون، انا مش عارف هجيب فلوس ازاي والله، مع اقسم بالله ما عارف اجيب فلوس ازاي. فاول لكن مش مهم، خلينا نعمل سكيب لمباراة فولام وان شاء الله نكسبها، وان شاء الله ليفربول يخسروا. كسبنا 4-0 ليفربول، كسب 1-0 ليفربول، مش عايزين يخسروا، لكن هيستمر الفريق 3 نقط، مش فرق كبير جدا، فريق 3 نقط ممكن الفريق يتقلب بسرعة. فعندنا حاليا الرد من روبن، عندنا الرد من زلاتان، عندنا هل اصلا معانا فلوس ولا لا؟ اوكي للاسف روبن رفض وزلاتان رفض، احنا معناش فلوس اصلا عشان نجيبه، ما اعرفش ليه، ليه راحوا مع الميلان على طول ومع الفريق المعفن ده، مكانه يروحوا بالفريق الشباب. بقول لك يا عم فرانك والله العظيم ما اعرفش اقول لك ايه، بس الحاله والله ضيقه عندنا وما عندناش فلوس. احنا الزنقه ناوي يا فرانك، بس والله ممكن تمشي نفسك باي حاجه، ممكن نجيب دافيد الابا بس مش ما نقدرش نجيب غيره يا فرانك، معلش والله. اوكي عندنا الابا ب 7 مليون، ماركينوس 8 مليون، وبرونو فرنانديز 6 مليون، كلهم على فكره سبيل الاعاره يعني، كلهم مش هعرف اجيبهم اصلا شراء ب 6 و7 مليون. اوكي عندنا عرض، اوكي 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 لحظه 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 لحظه، عندنا عرض اليورنتي 24 مليون، حلو جدا حلو جدا، ده هتفك لنا ازمه 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 كبيره يا جدع جدا، بس يزودوها 26، احنا طبعين سنه صغيره، سيكا زودها سيكا، هنجيب لعيبه كتيره بالفلوس دي، يقبلوا بال 26 ونبيعه، وبعدين نجيب الثلاث لعيبه، والله فلوس وتجيب الثلاث لعيبه. اوكي راديو بال 26 مليون، اوكي خان بيو، احنا اصلا محتاجين نظبط الدفاع شويه، لان الدفاع صعب جدا بتياجو سيلفا، المدافع ده فليتس جو عندنا دلوقتي 29 مليون،
برضو عندنا عرض لتياجو سيلفا، عندنا عرض برضو لتياجو سيلفا. خلينا نشوف العرض. 6 مليون بس عشان هو كبير وكده، يعني عشان هو كبير ومعجز. قد 7 مليون، قد 7 مليون يا جدع، بعمل شويه اوكي. عنده انا عرض برضو لكيكو كاسية 1.7 مليون. يلا يلا هنقابل العرض ده من غير ما ابص. كيكو كاسية والله الفريق شال، الفريق الاصلي، الفريق اللي كله اعراض، كله اعراض، فانا اسف والله بعد ما امشي. اوكي هنقدر كده نجيب دافيد ألابا مرتاحين، وماركينوس وفوهم كمان برضو في النادي. بس خلينا الاول نجيب دافيد ألابا اللي احنا محتاجينه جدا جدا جدا. خلينا نرجع نتفاوض تاني مع السلطان وروبن. اوكي خلينا نقدم الوقت ونروح على طول لمباراه الاف اي كاب قصاد تشيلسي. مباراه الاف اي كاب اللي لازم نكسبها، لازم نكسب البطوله دي. وعندنا حاليا التعاقد مع دافيد ألابا، حاليا التعاقد مع النمساوي اللي كل الفرق كانت بتدور عليه، واحنا جبناه على طول من البايرن، جبناه على طول من البايرن ميونخ عشان يحقق البطولات معانا ان شاء الله، يحقق معانا الدوري الانجليزي ان شاء الله، ويلعب مع جلوريادور كريستيانو رونالدو. فلازم على طول عندنا حالا دافيد ألابا جوكر، بيلعب في اي مركز. بقول لك يا عم فرانك، انت كده هتبوظ لنا النادي، انت كده هتبوظ لنا النادي، ما عادش عندنا حد، كله اعارات يا فرانك. انت لازم تجيب لنا دوري الابطال ولا هنفلس، لازم دوري الابطال ولا يرجع لنا فلوسنا يا فرانك. لازم الاستثمار ده مش هيجيب فايده الا بدوري الابطال يا فرانك، ركز كل البطولات ناخدها. اوكي نجيب ماركينيوس ولا برونو فرنانديز؟ ماركينيوس ولا برونو فرنانديز؟ هجيب برونو، هجيب برونو فرنانديز يلعب على طول بدل من انيستا اللي مشى. نجيب برونو فرنانديز كده معانا 16 مليون. هنستنى ولا اقول لك؟ خلينا نجيب كمان ماركينيوس، خلينا نجيب كمان ماركينيوس، يبقى كده عندنا ارتكاز اسطوري. ولا نصبر، نصبر على ماركينيوس، وممكن نجيب زلاتان، وممكن نجيب روبن فليسكو على طول المباراه الاف اي كاب. كل بطوله هيكون بفلوسها، كل بطوله هتكون بفلوسها، فلازم ننقذ ليدز يونايتد لان في لعيبه كتير اعاره. مع ان برضه دافيد لويز اللي تعاقدنا معاه ممكن يتباع بفايده، وبرضه فيدال اللي تعاقدنا معاه ممكن يتباع بفايده لان هم بقوا في النادي خلاص. عشان كده انا زعلت على زلاتان، وزعلت على روني، وزعلت على كل الرعم، لان هم كانوا هيكونوا بفايده اصلا. فليسكو على طول، وهنحاول برضه نتعاقد مع لعيبه شباب كتير قبل ما نخلص الانتقالات. نص النهائي، نص النهائي، يلا شباب. حتى بوكلايوس ساتر يا جدع. حكم ما فيهاش حاجة، بنالتي ليه؟ محدش لمس يوسف عطار. بص ايدك يا هاندانوفيتش، ابص ايدك. حرام يا عم، حرام يا عم، يا جدع حرام يا جدع، مش هنطلع من اوكي. اسينسيو، جاريس بيل، جاريس بيل، رونالدو، 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 اسينسيو، جول، الله عليك. ليتس جو، ليتس جو، قلت لك مش هنخسر الكاس، يعني مش هنخسر الكاس. اقول لك اسينسيو جو على طول، اسينسيو موجود، اخطف اسينسيو، 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 ماركو، 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 بول، 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 على طول يخلص جارس بيل، ليتس جو، في الدقيقة 86 على طول نخلص المباراة. وافرح يا فرانك قصاد تشيلسي، فرانك لامبارد ينتقم من تشيلسي في كل مباراة تقريبا يا جدع. اوكي لا لا تموري تموري، افرتس، افرتس، اضغط، لا 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 يا جدع حرام عليك، كنا كسبنا يا جدع والله. كوما موزيكو ما نخسرش الماتش، ما نطلعش من دور نص النهائي ولا مش عارف من كام، بس ان شاء الله ما نطلعش من البطولة. هندنو، 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 ما شاء الله عليك هندنو، ما تشوحش وحش يا معلم يا كبير. الله كريستيانو، كريستيانو دورك يا كريستيانو، انت الوحيد اللي تقريبا بتعرف تشوط يا رونالدو، انت القائد. اقول يا دور رونالدو، رونالدو صرخية في كيب. هندنو، هندما تراوري، هندنو، هندما تراوري، هندما تراوري على طول يصد تاني ركلة. هندنو فيتش، ليتس جو، عالمي. اوكي لوكا مودريتش، لوكا مودريتش، لوكا مودريتش، عالمية، عالمية، متعلمها من رامو. هاندانوفيتش، هلا تعملها يا هاندانوفيتش، عالمي، 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 هو هاندانوفيتش العالمي، يصد ثلاث كور ورا بعض ويسيبها لاسينسيو ملك المباراة اللي ان شاء الله هيجيب لنا الفوز. يسجلها نكسب، يسجلها اسينسيو نكسب، يسجلها ماركو، يسجلها اسينسيو. حرام 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 حرام، كانت في كرة الفوز، لكن هاندانوفيتش لو صدها نكسب برضه، هاندانوفيتش لو صدها نكسب ونتأهل على طول. يلا هاندانوفيتش، هاندانوفيتش عالمي، هاندانوفيتش عالمي، وارفع كور وصدها تألق للتاريخ، تألق للتاريخ من هاندانوفيتش، وصد اربع كور ونتأهل.
نتأهل للنهائي أو نص النهائي والله ما فاكر، بس على نتأهل نتأهل ونكسب تشيلسي. أوكي ليدز يونايتد هيلعبوا صاد مانشستر سيتي في ربع النهائي، في ربع النهائي كنا تمن النهائي، بس يلا مش مهم هنلعبوا صاد مانشستر سيتي في ربع النهائي. أوكي خلينا نكمل الانتقالات الشتوية، لكن حاليا عندنا برونو، حاليا عندنا ابن يونايتد، عندنا صفقة أسطورية جدا خطفناها من جلوري مان يونايتد، جبنا حاليا برونو فرنانديز. مين متخيل اصلا ان برونو جاب لك سيبيول جاي عشان يلعب مع ابن بلده، جاي عشان يلعب مع كريستيانو رونالدو عشان يكون موجود في الفريق. فحاليا عندنا برونو على طول يوقع رسميا عقد اسطوري مع عمنا الجامد. فيلا اوكي اوكي السلطان طالب ب 11 مليون وروبن طالب 7، ممكن روبن لكن زلاتان طالب 11 مليون كتير، وعندنا ماركينوس لسه طالب 8، وعندنا بتوع تياجو سيلفا لازم يبيعوه ب 6.5، وعندنا 16 مليون، فعندنا حاجات كتيره مش عارف اعمل ايه. دايما شايفين عندنا 16 مليون، قولوا لي مين اللي احنا نجيبهم، هل نشتري السلطان ام نشتري ماركينوس وروبن الاثنين مع بعض؟ انتوا قولوا لي تحت في التعليقات. وبرضه تياجو سيلفا هل نبيعه ولا لا؟ اوكي الجزء الثاني من الانتقالات ان شاء الله يكون في الحلقه الجايه. فعندنا مباراه مع ايفرتون في الدوري، مباراه مع مانشستر سيتي في الدوري مش في الكاس، ومباراه برضه مع تشيلسي في الدوري مش في الكاس. فممكن الحلقه الجايه تكون حلقه التصدر، تصدر البريمير ليج، وهننهي الحلقه الجايه ان شاء الله بالانتقالات الشتويه. فلو انتوا عايزين نتعاقد مع مين قولوا لي، زي ما انا قلت لكم في العقد الفيديو ده اضغطوا زر اللايك. اخر حلقه ماستر ليج في 2020، لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات على طول. بس ده كان كل الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم عبدو، سلام عليكم.